كان مبدئيا هذه الجامعتين الحكمه والجامعه اللبنانيه بالتعاون مع اليازا والصليب الاحمر والدفاع المدني والجيش اللبناني اللي اخذنا اذنه بالتواجد بالمنطقه. اقمنا مخيم تدريب ل 40 طالب في اداره الكوارث. المناورة كانت قائمة على عدة مهام زيارة مستشفى اللي بفيها تعرفوا على كيفية بتصير في عندك هزة أرضية، كيف بيتدمر المستشفى، شو هن الحاجات اللي بيصيروا إنه حاجة لها، وتعرضوا هن وطالعين لعملية خطف اللي شافوا فيها كيف يتعامل العامل الصحي اللي بيشتغل بالطوارئ لعمليات الخطف وكيف لازم يتعامل مع الخاطفين حتى يقدر يخلص حاله. النقطة الثانية هي مع الصليب الأحمر والدفاع المدني واليازا كيفية إنقاذ عالم من قلب سيارة عم تحترق. نسمع بخطط محطوطة، هلا تأكدنا أن هي موجودة ونحن على استعداد إنه نباشر فيها. يعني تعرضنا للخطف وللضرب وللاعتقال وللي بدك إياه. اليوم عم بتشوفوا كمان اليازا بتهتم بنشاطات على الأرض وبتشجع التنسيق ما بين الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني لمحاربة الكوارث. بدي أشكر كمان دكتور زياد منصور اللي كمان كنا بالتنسيق الكبير نحن وياه. نحن كيازا وبالتنسيق بالنشاطات اللي عم بتصير بنجرب أنه نكون التوعية هي ما قبل الحادث لتجنب وقوع الحوادث. وحسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية في عنا 1,300,000 ضحية سنوياً عم بروحوا من حوادث السير. نعمل ترياج مين في يمشي لحاله ونديحه، مين المجروح كتير نهتم فيه أكتر، ومين الخطير نركز عليه أكتر. أنا دوري نكون ضحية، عندي جرح بإيدي بس بدي أكون خايف كتير. للترياج الفان، يعني انه اذا مصاب وبيقدر يمشي بيروح دغري هو على الامبولانس دغري، اذا جون مصاب شوي بس بحاجه للمساعده انه ما عم يقدر يقوم ولا شيء بكون هيدا فيز بليدنج بتاخذ الريد وان، وهون السوداء اذا ازداد. و25 دفاع المدني، 140 الصليب الاحمر، و112 قوى الامن الداخلي يلي ممكن الاتصال فيهم مجانا من الموبايل ومن الارقام العاديه. بنتمنى كلنا نحفظهم على موبايلاتنا. سيمينار عن الديزاستر بلان او التصرف بحالات الكوارث. اشكر
الجامعة. بدي أشكر دكتور زياد كل الشباب اللي كانوا معنا. عشنا يومين عن جد تحت الضغط، ما كانت مجرد حالة تمثيل. كمان قدرنا نسيطر على أعصابنا، نسيطر على حالنا، ممنوع أي حركة، ممنوع تتصرف، ولا بتاكل قتل زيادة. عن جد الناس مسؤولية، وكيف ممكن الواحد يعني نحن عايشين بمحل كتير آمن ورياحة، في ناس كتير معرضة للخطر. وأكيد تغير إشي كتير بين أول ما جينا وهلأ، صرنا نقدر نتحمل ضغط أكثر ونقدر نتصرف أكثر بس يصير في أي مواجهات، والشباب دربونا على هذا الموضوع. رفقة، مسؤولية، توزيع مهام، هني ثلاث كلام فيها نحكيهم لنجاحك العمل.